أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم، القيم والأخلاق اللي تربينا عليها هي بشكل عام ناتج من خلال تربيتنا، من خلال المجتمع الصغير اللي عايشين فيه، من خلال الأسرة، وبنحاول يمكن نورثها لأولادنا. وشهر رمضان المبارك فيه قيم أخلاقية وعادات وتقاليد جدا جميلة بنحاول دائما نعلمها لأولادنا ونحكي عنها، ويكونوا أهم العادات والتقاليد ربيوا عليها خلال هيدا الشهر. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الأخصائية التربوية ربا ناصر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، رمضان كريم عليك. أهلا وسهلا فيك ربا. يعني دائما نحن لازم نربي أولادنا على قيم، على مبادئ، على عادات وتقاليد، على يعني مورثات نحن ورثناها من أجدادنا. أكيد. لازم تضل عايشة معهم، وخاصة القيم الحميدة، الأخلاق، العطاء، الحب، وأهم شيء يمكن خلال شهر رمضان المبارك نعلمهم كل هالقيم. كيف فينا نحن نبلش من الصفر مع أولادنا؟ كيف فينا نزرع؟ بأي عمر منبلش نزرع؟ بأي عمر نحن يمكن بيصدونا ولكن هن مزروع هذا الشيء جواتهم؟ تمام. هلا نحن اكيد كلياتنا وقت نجيب اولاد على هي الحياه بنتمناهم يكونوا احسن اولاد، احسن اطفال. اكيد ما في مرحله ما نحن منبلش فيها الطفل من هو وصغير، من وقت ما بيكون يعني عمره سنه انا هون ببلش عندي خطه. احيانا بعمر الاشهر انا ببلش اعطيه حركات وشغلات، حتى بمجرد انه ياخذ لعبه من حدا، لا انه خلص انا بعلمه التسامح، بعلمه الحب، حب الايثار، المساعده، كثير شغلات، بشغلات بسيطه نحن بنزرعها باولادنا. طبعا هلا انا كثير انا بعزز فكره القدوه، يعني انا وقت بدي احكي اني انا بدي ادخل على ابني، انا بدي اقعد احكي معه كل النهار عن الصدق، وبدي اقعد احكي معه كل النهار عن حب رفقاتك وماما، حب انا شايفنا عم نكذب. طيب انا يمكن دق لي رفيقتي قال لي ما رديت عليكي، كنت نايمه، وانا ما كنت نايمه. اذا اهم شيء العنصر، العمود الفقري بالتربية هي الأسرة. صحيح. والقدوة الحسنة. يعني أنا ما بدي اقتصر بس على الكلام، التربية والأخلاق الحميدة والقيم الأخلاقية هي شيء سامي، يعني شيء بعيدا عن كل شيء سيء. يعني بدنا نبعد عن اي شيء سيء، ونحن عن جد بدنا نكون نضاف. ودائما يعني الطفل بيعطيكي فرصه دائما انك انت تراجعي تصرفاتك وكلماتك. يعني نحن خلينا نكون صوره مثاليه ونزرع هذا المثال الحلو باولادنا. ودائما كلياتنا طبعا اهالينا واجدادنا كلياتنا ربونا كثر خيرهم، يعني خلينا اياهم. يمكن اشرتي لنقطه كثير مهمه ست ربا، بيئه الطفل. أكيد. بتاثر جدا على شخصيته شو كنتي عم تعلميه. يعني اذا انا عم اقول له عن القيم والاخلاق وعم احكي له بشكل، البيئه اللي بتلعب دور، بيشوف عالم عم تعيط بتلاقيه هو صغير رح يعيط، يتصرف الطفل بيقلد اي حركه يقوم فيها اللي حواليه، خصوصا الاب والام. خلينا نحكي عن البيئه قديش بتاثر على الطفل، قديش مهم، لانه تربيه الطفل اليوم كثير كثير يعني صعبه ومسؤوليه. وقد ما حكيت الاهل بيقول لك انه انا عندي ضغوطات بالحياه اجتماعيه واقتصاديه ومعيشيه، فما رح اكون مثالي مثل ما عم تحكي واقدر ربي ابني بطريقه مثاليه. اكيد رح يكون في بعض الهفوات، بس قدر الامكان كيف فينا نساعد بي، فينا نقول تاثير البيئه والمحيط لنعمل حتى كنترول على حالنا امام اطفالنا. هلا دائما الاتصال مع الاخرين، يمكن نحن اسرتنا الصغيره هي بيتنا الصغير، بيئتنا الصغيره، بس نحن وقت نطلع لبرا اطفالنا عم يروحوا على الروضه، عم يروحوا على المدرسه، عم يكون مثلا بمكان اللعب، باي مكان هن عم يتصلوا فيه مع الاخرين، بيكون في قيم، بيكون في تعامل، بيكون في اخلاقيات. صحيح. بيكون في سلوكيات هو عم يكتسبها. قديش انا وقت بحس بالرضا، وقت انا زارعه بابني وغارسه فيه كثير قيم واخلاقيات انا بحبها وهو تعامل فيها، يعني تجاربه الشخصيه كثير بتنميه للطفل. يعني هو تجربته الشخصيه مع رفيقه، يمكن رفيقه تصرف معه تصرف ما نو منيح، او صار في موضوع غيره، او مثلا اخذ منه شيء ما بده، معلش انا المجال التوعوي عندي قديش ممكن يكون مرتفع، قديش الحوار موجود، قديش انا وياه يعني في فضفضه، يعني انا ابني حاسس بالارتياح معي، مو كل شيء بالاجباري. يعني انا ما فيني اجبره لابني بدك تكون صادق وبدك تكون منيح وبدك تكون هيو معلش شاطر طول الوقت. ما فيني انا ابني بده يخطأ، تجاربه بده تعلمه، مجتمعه بده يعلمه، الاتصال بالاخرين بده يعلمه. احيانا يمكن يتعلم من جده كثير شغلات، يمكن يروح مع سته يشوف حدا كبير بالعمر مثلا رفيقته، او حدا هي شالت عنا مثلا سته، يعني هي قادرة أكثر منا، هي شالت عنا الكياس. هو تعلم هون شو مساعدة الآخرين الكبار بالسن، قديش الاحترام كمان. يعني نحن وقت عم يربى الطفل أنا عم احترم أمي، عم
احترم ابي، عم احترم جارتي، هي الشغلات لا يعني لا تعلم، هي موجوده بمجتمعاتنا، موجوده بتصرفاتنا، موجوده بسلوكياتنا، هو تشبعها. قديش انا بكون مرتاحه وقت ابني عم ياخذ مني هي التفاصيل الصغيره، تمام؟ اكيد انا ماني قدوه مثاليه دائما، يمكن انا بعصب، انا مضغوطه، انا عندي شغل، انا ما بلحق احيانا، انا تعبانه. يعني انسان له طاقه، والطفل كمان انسان، وكلياتنا خطائين، بس بالمجمل وقت اي حدا بيكون مقرر يعمل اسره، اي حدا اكيد بالمجمل بتلاقي انه في عنا نحن خطواتنا نمشي عليها، وكلياتنا وقت هلا بمجتمعاتنا عم نقلل بافراد الاسره، يعني نحن بنحاول نقول انه نحن خلص بكفي ولد او اثنين، خلينا نربيهم على الصراط المستقيم، خلينا يعني نكون مكتفيين معهم ذاتيا، نفسيا، تربويا، سلوكيا. واهم شيء انا بركز عليه لغه الحوار بين الاهل، يعني شو ما صار برا يجي الطفل يحكي لنا، نحن نوجه تمام. وقت يكون قديش الام ريلاكس وقديش مستوعبه وقديش شو ما صار مع الطفل ما تعمل ردات فعل عصبيه، بيضل الطفل مطمن وبضل بيحكي، وانا بسمح له بالخطا. نعم. يعني اسمح بالخطا قدر الامكان مشان يصير تصحيح عندي، ما يصير يتفاقم الموضوع يصير بعدين سلبي اكثر من. فخلينا القيم الاخلاقيه تكون مستقاة منا نحن، واكيد نحن مو كلياتنا مثل ما قلنا توب تصرفاتنا كلياتها رائعه وكذا، اكيد كلياتنا بنخطا وهيك، بس كلياتنا عندنا بالنهايه مراجعه للنفس، يعني كلياتنا الضمير الاخلاقي عندنا شغال، لانه نحن بمجتمع ايضا عاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا اليوميه دائما بتفرض علينا انه نكون دائما مثاليين نوعا ما. نعم. اشخاص ايجابيين نوعا ما. تمام. ربا كثير من الحالات بالمجتمع بيكونوا مقتدرين ماديا ولكن ما عندهم وقت يقعدوا مع اولادهم، وفي كثير بالمقابل حالات انفصال بالمجتمع، بنلاقي الاهل ان كان الام وان كان الاب عم يعوضوا الحنان، عم يعوضوا شعورهم بالذنب من خلال يمكن اعطائهم موبايلات، اعطائهم مصاري، بيشتروا لهم شو ما بدهم، شو ما بيطلبوا، واللي ما بيطلبوا ايضا بيشتروا لهم اياه، بيوصل الطفل لمرحله من عدم الشكر، عدم الرضا، من حاله انه عدم الاكتفاء بشيء، وما عاد بيعجبه ولا شيء اذا قدمتي له اياه بيوم من الايام، ولا بحس فيكي كمان. خلينا نحكي عن هي الحالات اللي هي كثير صارت منتشره للاسف. هلا الزائد اخ الناقص تماما، يعني مثل ما نحن بنعرف الطفل وقت بيكون عنده اكتفاء ذاتي، اكيد الطفل انا ماني عم اقول فيه حرمان، بس دائما نعلم الطفل المسؤوليه، يعني قديش انا فيني اعلم ابني المسؤوليه انه انا ماما معي هذا المبلغ، طلب ابني اللعبه الفلانيه، انا مو ضروري ابني يعمل لي ثوره بالسوق مشان انه يشتري له هي اللعبه وانا اشتري له اياها بس لانه بده يعمل لي ثوره، انا بدي اعلم ابني المسؤولية من هو وصغير، ماما نحن أول الشهر كذا، عنا كذا كذا كذا، أنا منسقة أموري وابني بدي أعلمه المسؤولية معي، إنه حمله مسؤولية البيت معي، نحن يعني أنا وقت بدي أعلم ابني كل شيء بده أجيب له إياه مجاب، أنا ابني ما راح يشبع، ابني دائما بده. أما الطفل اللي تعلم إنه في شغلات أساسية أنا بحاجتها، في شغلات أفضل من اني اجيب هي اللعبه، هي القصه الرخيصه افضل من اني اجيب كتاب وحطه بهذا الركن بس لاني حبيت لونه، اذا قديش الحاجات الاساسيه مهمه، قديش مراعاه الظروف الحياتيه للاهل كمان مهمه، الطفل وقت يكون صغير وبيكون واعي، هلا بتحسي في طفل بينقسم الاطفال لكثير شخصيات، بتحسي في طفل مغنج عند البيت والجد وعند الاهل، يعني انت بدك تشوفي بالمجتمع مو بس الاسره والاهل او مو بس مثلا كل المحيط بيكسر كل القواعد، يعني بيجي الجد والتيتا ايه ما ليش انا بجيب لك اياها، يعني بيكون الام والاب يعني في نظام معين بالبيت، هذا الشيء عم يكسره، لا معلش انا كمان حتى ببيتي انا بدي اطلب من الكبار مين ما كانوا، ابي، امي، عمي، مرت عمي، معلش انا هيك معلمي الطفل هيك، ليش؟ لانه الاكتفاء بيعلم الطفل التاقلم مع اي وضع، يمكن نحن نصير بوضع ما فينا نشتري العاب لاولادنا،
يمكن نقول البسكويتي افضل له، يمكن نقول التفاح احسن له من هي اللعبه اللي ما راح تفيده، تمام؟ اذا نحن هون عم نعلم الطفل تحمل المسؤوليه، نعلمه التاقلم، اما كل شيء زائد هو انا عم علمه للطفل هون عدم الاشباع ابدا ابدا. يعني انا عم بصير كثير مغناج، كثير كل شيء انا بدي اياه عم يتلبى، اذا انا شو ما طلبت هو صار بقى مغرور، انا بعرف انه اذا بطلب هاي الكاميرا بدهم يجيبوا لي اياها، فبيطلبها ولو هو ما له عازه فيها. ليش؟ لانه الطفل صار عنده غرور، صار صحيح. عنده ثقه تماما انه كل ما يطلبه سوف يلبى، فهذا اسلوب خاطئ. طيب خلينا نحكي عن شهر رمضان المبارك، في قيم اخلاقيه وعادات وتقاليد جدا جميله عم نعيش تفاصيلها رغم كل الظروف، بنحاول نحافظ عليها، قد ايه مهم نستغل هذا الشهر الكريم لنعلم اطفالنا بعض العادات والتقاليد وبعض القيم الاخلاقيه الجميله مثل المساعده، عمل الخير، لما خلي ابني الصغير يودي السكبه مع انه صغير كثير بس عم علمه انه لا لازم نساعد الجيران، لازم يكون الجيران جزء من هي العائلة على المساعدة. طبعا رمضان كريم عليكم، رمضان هو شهر المحبة والإخاء والتقرب من الله. قديش أنا بحس بالفرحة وقت بنجيب زينة رمضان، قديش رح وعي ابني مو بس على زينة رمضان، على أجواء رمضان، قديش بيحب الطفل وقت الإفطار ووقت ننطر كلياتنا صوت الأذان الله أكبر، وقت السكبة، وقت بيجيكي السكبة وأنت بدك تروحي ترديها، الطفل عنده لا آلية يعني دغري إنه هو بده يحمل الصحن ويودي، هي الشغلات نحن غرسناها. هي اللي كنت انا عم احكي عنها باول لقاء، انه نحن هي الشغلات ما فينا نقول له هلا انت بتودي مشان تتعلم تحب جيرانك، انا ما فيني اقول له هيك للطفل. صحيح. خلص انا بتصرف تصرف خلاه شوي شوي تنزرع بذاكرته، نحن واطفال هلا انا ما بتذكر رمضان السنه الماضيه، بس بتذكر رمضان وقت كنت صغيره، بتذكر وقت السحور، بتذكر وقت نعمل القطايف، ما بتذكر القطايف هذيك السنه، انا بتذكرها وقت صغيره. اي شيء ونحن وصغار نحفر بذاكرتنا، اكيد نحن وقت عم نساعد الاخرين، وقت بنشوف الصدقه برمضان يعني باضعاف مضاعفه، نحن بدنا نوعي الطفل قديش نحن تقربنا من رب العالمين بهي الايام، قديش هي الايام فضيله، قديش الله بحب الشخص وقت يكون عم يعمل خير، عم يصوم رمضان، عم يحترم الكبير والصغير. صحيح. جو الاسره وقت الافطار، الاقارب طبعا كلياتنا نحن برمضان بصير وجبات افطار، بيزورونا البيت، في عزايم، صحيح، كل هي المشاعر والاجواء الرمضانيه المميزه كلياتها بتغرس بالطفل حب الاسره، الاحترام، كمان يعني دائما نحن بدنا نوعي اطفال على الصدق، على الأمانة، قديش مهم الإيثار، قديش مهم التسامح، التسامح كثير حلو، يعني نحن دائما بيقولوا لك بحطوا منشورات إنه جاي رمضان مين بدك تسامح؟ لا فعلا نحن بنسامح الكل وبنعلم الطفل التسامح لأنه هي أسمى عادات الإنسانية. نعم. سيد ربا نحن كثير بدنا نشكرك وبدنا نتمنى لك رمضان كريم عليك وعائلتك، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. رمضان كريم وشكرا كثير لوجودك.